أعلنت تركيا 10 مدن متضررة من الزلزال كمناطق كوارث، وأعلنت الطوارئ فيها لمدة 3 أشهر. كما أعلنت تركيا تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لعمليات إنقاذ. وقالت السلطات التركية إن الظروف الجوية القاسية تعرقل توصيل المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال وعمليات الإنقاذ، وأشارت إلى أنه سيتم السماح فقط لعربات الإنقاذ ونقل المساعدات بدخول ومغادرة خطاي وكهرمان وأديمان، وهي 3 من أكثر الأقاليم تضرراً.